كنت قاعدة في البيت مستنية جوزي، وفجأة لقيت موبايلي رن رنت الرسائل بتاعت الواتس. بصيت في الموبايل واستغربت، دي رسالة جاتلي على الواتس، ومن مين؟ من أخت طليقي اللي هي أصلاً ما كانتش بتكلمني وأنا متجوزة أخوها. إيه اللي فكرها بيا وبرقمي؟ أكيد الرسالة جت غلط، وقررت أتجاهل الرسالة. لكن في حاجة في قلبي قبضتني وخلتني أرجع تاني أمسك الموبايل وأشوف الرسالة. لقيتها فويس نوت، ولما فتحته لقيت صوت بنتي، صوتها أشعر جسمي. أنا بقالي كتير ما كلمتهاش، إزاي الدنيا لهتني عنها كده؟ بنتي عايشة مع جدتها وعمتها بعد ما انفصلت عن باباها، وهو صمم ياخدها تعيش معاه، خصوصا لما اتجوزت تاني. رفض بنته تعيش مع راجل غريب. فتحت الفويس وأنا ماسكة الموبايل وإيدي بتترعش. سمعت صوتها بيقولي إزايك يا مامتي، وحشتيني، ليه مش بتكلميني؟ كل ما أسألهم عنك يقولولي مسافرة في مكان بعيد. أنا خليت عمته في الحمام واخدت الموبايل بتاعها وقعدت أدور على صورتك زي ما كنت علمتيني لما كنا بنكلم بابا سوا. ولما لقيت صورتك بعتلك رسالة، يا ماما تعالي خديني، أنا مش مبسوطة، أنا على طول لوحدي، بابا على طول في الشغل ومش بشوفه خالص، وتيتا تعبانة ومش بتتحرك خالص، وعمته على طول برا البيت مع أصحابها. أنا مش عارفة آكل، مش بعرف أعمل الأكل ليا، وعمته بتنسى تأكلني يا ماما قبل ما تنزل. شكلي بقى وحش يا ماما، مش بستحمى كتير زي ما كنتي بتحميني، وشعري على طول منكوش وشكل وحش. أنا جعانة يا ماما ومش عارفة أسخن الأكل، أنا عايزاكي يا مامتي، عايزاكي معايا. قلبي وجعني قوي لما سمعت رسالة شهد بنتي. قعدت أتخيلها وهي وشها باهت وهدومها مش نظيفة وشعرها منكوش. ما حسيتش بنفسي غير وأنا بلبس بسرعة وبروح على محطة القطر، وبركب أول قطر رايح من اسكندرية للقاهرة. وأنا في القطر قعدت أفتكر كل اللي حصل لي من ساعة ما إيهاب جه وخطبني، والكلام الساحر والوعود الوردية بالحب والأمان. وافتكرت لما اتجوزت أنا وهو وحياتنا كانت عاملة إزاي. كانت بتيجي علينا أيام صعبة إيهاب بيقعد فيها من الشغل، كنا ساعات مش بنلاقي قوت يومنا، لكن استحملت معاه وصبرت. شفت فرحتنا في شهد بنتي لما اتولدت. ساعتها إيهاب قال لي أنا هسميها شهد عشان تبقى شهد الحياة اللي يحل أيامنا. شفت كل يوم حلو عشناه، وشفت كمان إزاي الدنيا اتغيرت وإحنا اتغيرنا معها. ما بقاش حد فينا راضي عن حياته. أنا دايما شايفة إيهاب مقصر، ودايما منتظرة منه أكتر وأكتر، عشان بصبر بصبر معاه. بس خلاص كان الصبر خلص من عندي، وكنت بتوقع منه أنه هيعوضني عن كل أيام الصعبة اللي عشتها معاه. أما هو فكان كل ما شغله بيكتر كان بيبقى مضغوط أكتر وأكتر، بقى عصبي ومش مستحمل كلمة مني، وزادت المشاكل بينا، واللي زودها لما بدأنا ندخل أهلنا بينا. المشكلة لو خرجت برا البيت والسر ما بقاش بين اتنين، ساعتها المشكلة الصغيرة بتكبر، وهو ده اللي حصل معايا. مشاكلنا كبرت وحياتنا بقت صعبة، ومحدش بقى عنده استعداد يستحمل التاني. أنا كل شوية حسسه أنه مقصر في حقي، وهو كل شوية يتخاني ويقول أنت مش مقدرة ظروفي. وفي الآخر اتفقنا على الطلاق. الطلاق كلمة سهلة بنحطها دايما الاختيار الأول والسهل لحل مشاكلنا، من غير ما نحس ولا نعرف إنها مش مجرد كلمة بتتقال، ده كيان بيتهد ومستقبل بينهار، ولاد بتتشرد بين أم وأب. بعد ما اتطلقت من إيهاب عشت مع بنتي شهد، لكن مع الوقت ومع ضغط أهلي عليا إني لازم أتجوز عشان أنا اتطلقت وأنا سني صغير، وافقتهم، خصوصا لما رفعت تتقدم لي وحسيت إنه الشخص المناسب اللي هيعوضني عن أيامي اللي عشتها مع إيهاب. أما إيهاب فتجوز بعد طلاقنا بكام شهر من واحدة قريبته، وبدأ حياة جديدة مع مراته. ولما عرف إني هتجوز أقوم الدنيا عليا، زي ما يكون الراجل هو الوحيد اللي ليه الحق بعد ما يطلق يكمل حياته ويعيش عادي. لكن الست المطلقة لازم تعيش رهبة، وحياتها بتقف من اللحظة اللي بتاخد فيها اللقب مطلقة. إيهاب ساعتها صمم ياخد مني شهد، صمم إنها تعيش معاه، وقال لي أنا بنتي مش هتعيش مع راجل غريب. ياه، أنا فاكرة يومها هو بيشدها من حضني وهي ماسكة فيا بتعيط
وتقولي ما تسيبينيش يا ماما، تعالي معايا. قلبي وجعني قوي ساعتها، وفعلا اتجوزت رفعت وسافرت مع اسكندرية لأن شغله كان هناك. أما إيهاب فخد شهادة عيش معاه ومع مراته، وطبعا مراته ما كانتش مرتاحة ليها، كانت بتفكرها بيا لأنها شبهي، وفضلت تضغط على إيهاب عشان يودي البنت تعيش مع مامته وأخته. وفعلا إيهاب ودى شهادة عند مامته وأخته، أخته اللي ما كملتش 21 سنة، وطلب منهم يرعوها وياخدوا بالهم منها، وكان بيديهم مصاريفها. بس يرعوها ازاي؟ مامته ست كبيرة مريضة راقدة في السرير عايزة اللي يخدمها، وأخته بنت مراهقة عايزة تخرج وتتفسح وتعيش حياتها، اللي هيربطها ببنت صغيرة ما كملتش لسه 8 سنين. أما إيهاب ما كانش حتى بيكلف خاطره يطمن عليها ويعرف أخبارها إلا كل فين وفين. كنت على طول بكلمها في التليفون أطمن عليها وأعرف أخبارها، لكن للأسف أنا كمان وسط زحمة الدنيا وانشغالي بالبيت الجديد نسيتها. فضلت أفتكر كل اللي حصل لحد ما فقت على صوت تليفوني ولقيت رفعت بيرن عليا. رديت عليه وقلت له أيوة يا رفعت. قال لي أنت فين؟ قلت له سافرت لشهد بنتي، كلمتني وكانت بتعيط ومنهارة. قال لي وإزاي تسافري من غير ما تقولي لي؟ انزلي في أقرب محطة تيجي واركبي القطر اللي راجع. قلت له أرجع؟ أرجع إزاي يا رفعت؟ بقولك بنتي محتاجاني جنبها. قال لي لو مرجعتيش حالا اعتبري نفسك طالق. الكلمة كانت صدمة بالنسبة لي، والخيار كان صعب، يا إما سيب بنتي اللي محتاجاني جنبها، يا إما رفعت يطلقني وأبقى مطلقة للمرة التانية. لكن ساعتها افتكرت صوت بنتي وكلامها ليا، وقلت له بكل حزم أنا أسفة، بنتي محتاجاني ومش هسيبها. وقفلت معاه وأنا حاسة إني لأول مرة أختار صح في حياتي. وصلت القاهرة وجريت على بيت مامة إيهاب، لقيت فيه إسعاف قدام البيت. جريت بسرعة وأنا مخضوضة، لقيتهم شايلين بنتي شهد ومدخلينها عربية الإسعاف وعمتها معاها. صرخت وقلت لها في إيه؟ بنتي مالها؟ قالت لي وهي بتعيط أنا اللي غلطانة، أنا اللي سبتها ونزلت ونسيت إنها ما بتعرفش تاكل لوحدها. دخلت أدور عليها لقيتها مرمية في المطبخ مغمى عليها، والمطبخ كله ريحته غاز، تقريبا حاولت تسخن الأكل وسابت البوتاجاز مفتوح. جريت على المستشفى وأنا بعيط وبدعي ربنا ينجي بنتي، وفضلت واقفة بره أوضة الكشف وهم بيعملوا لها تنفس صناعي لأنها كانت بتتخنق. وفي عز وجع وعياطي لقيت إيهاب هو كمان بيجري وبيقول بنتي فين وجرالها إيه؟ قلت له ياه، آخر ما افتكرت إن ليك بنت، ما انت سايبها مرمية عند مامتك واختك وما بتسألش عليها، خلاص مراتك التانية نسيتك بنتك. قال لي مين اللي بيتكلم؟ انتي؟ ما انتي روحتي وما صدقتي واتجوزتي وسبتيها انتي كمان بذمتك يا شيخة، سألت عليها كم مرة من ساعة ما اتجوزتي. انهارت من العياط وقلت له صح، انت معك حق، انا كمان غلطانة في حقها. كل واحد فينا عاش حياته ونسي ان حياته السابقة ما ماتتش وفيها شهد، احنا الاتنين ضيعناها يا إيهاب. بصلي بحزن وطبطب عليا وقال لي كل شيء مسيره يتصلح، المهم شهدت قم لنا بالسلامة. خرج الدكتور وطمنا ان ربنا نجى شهد وقامت بالسلامة بعد ما كانت بتتخنق من الغاز اللي شمته. دخلت انا وإيهاب نطمن عليها، واول لما شافتني ضحكت وقالت لي ماما انت رجعتي من السفر، ما تسافريش تاني وتسيبيني يا ماما. خدتها في حضني وأنا بعيط وقلت لها عمري ما هسيبك تاني يا شهد، مهما حصل عمري ما هسيبك، هعيش طول عمري ليكي وعشانك يا حبيبتي. بصت لإيهاب وقالت له أنا زعلانة منك يا بابا، قلت لي هتيجي تشوفني وبقالك كتير مش بتيجي ومش بتشوفني. وقال لها خلاص يا حبيبة بابا مش هبعد عنك تاني. في اللحظة دي بصيت أنا وإيهاب لبعض، بص احنا الاتنين بس اللي فهمناها. عايزين تعرفوا ايه اللي حصل بعد كده؟ انا اتطلقت من رفعت بعد الموقف اللي حصل، ورفضت ارجع له واتخلى عن بنتي، وإيهاب كمان طلق مراته لان عارف انها انسانه منزوعه من قلبها الرحمه، ازاي يامن لها تكون زوجه وام وهي ما كانتش امينه على بنته ورفضت تتربى معاهم. ومن رحمه ربنا وكرمه ان ما حدش فينا جاب اولاد من جوازته التانيه. انا وإيهاب رجعنا لبعض وضمنا بنتنا في حضننا،
في حضن أم بتحبها وترعيها، وأب هيديها الأمان. ويوم عيد ميلادها عملنا لها أحلى حفلة. ساعتها بصت لي أنا وإيهاب وقالت: أنا عايزة أقول لكل ماما وبابا خليكم جنبنا وما تسيبوناش، إحنا من غير ماما وبابا مش بنعرف نعيش، وأوعوا تبعدوا عن بعض عشان إحنا بنبقى مبسوطين ومطمنين وأنتوا دايما مع بعض. هي دي كانت رسالة شهد لكل أم وأب، اختاروا صح في الأول عشان ما تبقاش أسهل كلمة عندكم الطلاق، لأن ما بيدفعش التمن في الآخر غير ولادكم اللي ما بيعرفوش ساعتها يواجهوا الحياة.